نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الجزائر الدولية، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. بالتزامن مع انطلاق أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاءات مكثفة للرئيس الجزائري في نيويورك، لقاء مع رئيس الاتحاد السويسري، محادثات ثنائية مع الرئيسين الإيراني والغاني، وتأكيد على الموقف التاريخي والثابت للجزائر إزاء القضية الفلسطينية. مع خطر تفشي الأمراض والتلوث، الأمم المتحدة تحذر من أزمة ثانية مدمرة بعد الفيضانات في درنا، تكشف عن حاجة أكثر من 30,000 متضرر إلى المياه النظيفة والغذاء، والمجلس الأعلى للدولة يحذر من استغلال الكارثة لتكريس تقسيم البلاد. فرق الإنقاذ في المغرب تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، قرى معزولة في انتظار مساعدات أساسية وطارئة، ومئات العائلات المتضررة تبيت في العراء لليوم 11 على التوالي. منظمات وشخصيات فرنسية تدعو باريس إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية لتعزيز السلام والاستقرار وحقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا، وحزب بوديموس الإسباني يجدد دعمه لكفاح الشعب الصحراوي. واشنطن تؤكد إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين، وطهران تعلن إيداع 6 ملايير دولار من أموالها المجمدة في حسابات بنكية بقطر. بايدن يتوعد بمواصلة سياسة العقوبات، ورئيسي يعتبر إطلاق سراح الأمريكيين عملا إنسانيا بحتا. أهلا بكم إلى تفاصيل. في المستهل التقى رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين مع رئيس كونفدرالية سويسرا ألان براسات بمقر إقامته في نيويورك. بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن الرئيس تبون أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس السويسري. كما أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون محادثات مع رئيس جمهورية غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو بمقر الأمم المتحدة. بيان للرئاسة الجزائرية ذكر أن اللقاء حضره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى جانب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. هذا وأجرى رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي لقاء بمقر الأمم المتحدة. بيان للرئاسة الجزائرية ذكر أن اللقاء حضره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. هذا واستقبل رئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر إقامته في نيويورك الأحد رئيس دولة فلسطين محمود عباس. بيان للرئاسة الجزائرية أوضح أن اللقاء الذي جرى عشية انطلاق الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة حضره عن الجانب الجزائري وزير الخارجية أحمد عطاف والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع. هذا وأشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالموقف التاريخي للجزائر إزاء القضية الفلسطينية. عباس في تصريحات أدلى بها عقب استقباله من الرئيس تبون ثمن مواقف الجزائر الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية كافة. تشرفت الآن بلقاء فخامة الرئيس، وهذه ليست المرة الأولى، وإنما التقينا أكثر من مرة وتحدثنا في الشؤون العامة والخاصة وبالذات القضية الفلسطينية التي نعرف موقف الجزائر تاريخيا من هذه القضية. وأقول بصراحة الجزائر تاريخيا منذ الأزل وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني تؤيده ظالما أو مظلوما. هذا الشعار الذي رفع
في الجزائر في يوم من الأيام لا زال مطبقا إلى يومنا هذا. الجزائر تعتبر أن الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف هي معه، تؤيده وتدعمه، وبالتالي نحن نعرف هذا، وأؤكد بأننا لم نحتج شيئا إلا وكانت الجزائر سباقة في تقديمه للشعب الفلسطيني. ولمزيد من المعلومات بخصوص مجريات اليوم الأول من الجمعية العامة الأممية المتحدة، يلتحق بنا من نيويورك موفد الجزائر الدولية عبد الكريم بنيطو. أهلا وسهلا بك عبد الكريم. إذن ما هي أجندة الرئيس الجزائري خلال مشاركته في الجمعية العامة الأممية المتحدة، ثم ما أبرز القضايا والملفات المطروحة في الدورة 78 للجمعية؟ مساء الخير لك رمزي ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن كما تبعتهم رمزي، كانت لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاءات مكثفة اليوم الاثنين هنا في نيويورك، بدأها بلقاء رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته هنا في نيويورك، ثم التقى كل من الرئيس الإيراني والرئيس الغاني هنا في مقر الأمم المتحدة في محادثات ثنائية، على أن تكون هناك أيضا محادثات ثنائية مرتقبة هذا المساء مع رؤساء أو رئيس آخر حسب ما استقيناه من مصادر في رئاسة الجمهورية. ربما اللافت أيضا رمزي في هذه اللقاءات الثنائية التي تأتي عشية انطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية 78، هو أن البداية كانت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في تأكيد واضح من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مواصلة دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. بخصوص الدورة هذه والتي تحمل عنوان التنمية المستدامة وسبل التعاون بين دول العالم الغني والفقير، الأكيد أيضا أن لرئيس الجمهورية أو كلمة رئيس الجمهورية غدا بعد الظهر ستكون فيها ما يحمل الكثير من المواضيع، وربما بالإضافة إلى موضوع التنمية المستدامة في منطقة الساحل وإفريقيا، هناك أيضا مواضيع أخرى تتعلق بالأمن خصوصا في منطقة الساحل وما حدث مؤخرا في النيجر وقبلها في مالي وبوركينا فاسو. وربما ستكون هذه الكلمة فرصة لرئيس الجمهورية لإعادة أو لبعث المبادرة التي أطلقها بخصوص هذا الملف. بالطبع ستكون أيضا ملفات أخرى حاضرة في قضية دعم الجزائر لقضايا التحرر، وطبعا هنا تحضر أيضا القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. على كل سنتابع غدا إن شاء الله الدورة العادية وكلمة رئيس الجمهورية، والتي كما تفضلت ستكون تحمل في أو ستحمل يحمل الرئيس فيها في جعبته الكثير. نعم. والكثير. شكرا شكرا لك عبد الكريم بنيطو موفد الجزائر الدولية إلى نيويورك، شكرا جزيلا لك. إذن هذا وانطلقت أشغال الدورة 78 للجمعية العامة الأممية المتحدة الاثنين على أن تمتد أعمالها إلى 26 من الشهر الجاري. جلسة الافتتاح شهدت إلقاء الأمين العام للهيئة الأممية أنطونيو غوتيريش كلمة دعا عبرها إلى إقرار خطة إنقاذ عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. You made a solemn promise. لقد قطعتم قبل 8 سنوات وعدا رسميا، وعدا ببناء عالم يتمتع بالصحة والتقدم والفرص للجميع، وعدا بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وعدا بدفع ثمن ذلك. 15% فقط من تلك الأهداف تسير على الطريق الصحيح، والعديد منها يسير في الاتجاه المعاكس. بدلا من عدم ترك أي شخص وراء الركب، فإننا نجازف بترك أهداف التنمية المستدامة خلف الركب. لذا فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى خطة إنقاذ عالمية. غوتيريش شدد على ضرورة اتخاذ ما سماها خطوات حقيقية للمضي قدما في ضمان انتقال عادل ومنصف من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
The transition to renewable energy. الانتقال إلى الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة الكافية. نحن نطرح اتفاقيات طاقة جديدة تضافرت فيها جهود الحكومات والشركات والمنظمات العالمية للاستثمار في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة وضمان الانتقال العادل والمنصف من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. From fossil fuels to renewable energy. الأمين العام الأممية المتحدة حذر من تداعيات ثالوثي التلوث، تغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي على الكوكب، وأكد على حتمية إيجاد سبيل لإصلاح الأنظمة الإيكولوجية. يجب أن تتوقف الحرب ضد الطبيعة، يجب أن ننهي الأزمة الثلاثية التي يعاني منها الكوكب المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. نحن نبني مجموعة من البلدان الرائدة لاستكشاف كيفية إصلاح السياسات الاقتصادية وضمان التنوع البيولوجي، والتي هي في صميم جميع عمليات صنع القرار. في موضوع آخر، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة الاثنين من خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى أزمة ثانية بليبيا، وصفتها بالمدمرة بعد الفيضانات. الهيئة الأممية أكدت أن أكثر من 30,000 متضرر من دون مأوى بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية في ظل تزايد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية. تيم ويازان ولقمان وسالمة وتماظر حكيم وجوزته، يا ربي. على أطلال بيت كان بالأمس عامرا بالحياة تنحني صابرين أمام هول المصيبة، ترسل صرخاتها بين الشقوق علها تصل إلى أسماع من تبحث عنهم، لكن لا حياة لمن تنادي. عائلة كاملة تنتهي كلها. فقدت صابرين شقيقها وزوجته وأطفالهما الخمسة، العائلة بأكملها ردمت تحت هذه الأنقاض، ولم يبقى بصيص أمل للعثور عليهم أحياء، كل ما تريده الآن هو انتشال جثثهم ودفنها. يا الله، يعرف لو نقدر نشيل أضيه هذا، لو نقدر نشيله بيدي، لو نقدر نحوله، أنا نحوله نطلع حتى جثة، بس حتى جثة نضبطها نبحث لهم، نقول آم خلاص تفنام، تريحنا منهم، تريحنا عليهم. من كل ركن في درنا تنبعث رائحة الموت مردومة تحت الأنقاض أو ملقاة على الشاطئ. آلاف الجثث تتحلل مهددة المدينة المنكوبة بأوبئة بالغة الخطورة. نخافوا من الحشتين، نواقل الأمراض اللي هن الحشرات هذينا ممكن تسبب الملاريا، التكيفيروس والكوليرا وحاجات هذينا، لو نحن ما نبدوش فيها في الأول تخاف فيها. هي عند تو الحمد لله الوضع مستقر ووضع فتحت السيطرة، بس نحن ضروري نديروا حملات. منظمات الأمم المتحدة من جهتها حذرت من أزمة ثانية وصفتها بالمدمرة لا تقل خطورة عن إعصار دانيال. يساور المسؤولين المحليين ووكالات الإغاثة وفريق منظمة الصحة العالمية القلق إزاء خطر تفشي الأمراض، لا سيما من المياه الملوثة والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي. ويواصل الفريق العمل على منع انتشار الأمراض والتسبب في أزمة أخرى تعصف بالمنطقة. الفيضانات الأخيرة قد لوثت بشكل بالغ مصادر المياه وخلطتها بمياه الصرف الصحي وجعلتها غير آمنة للاستهلاك، وتعرض المجتمعات لمخاطر صحية جسيمة، ما يعرض السكان الضعفاء لا سيما النساء والأطفال لخطر متزايد. سجلت درنا بالفعل إصابة 55 طفلا على الأقل بأمراض نتيجة تلوث المياه. تزداد المخاوف في ليبيا من انفلات الوضع الصحي وتفشي الأوبئة في درنا المختنقة بالجثث، وسط دعوات لإخلاء المدينة ممن تبقى من سكانها قبل أن تفتك بهم كارثة صحية.
اعتبر الهلال الأحمر الليبي الاثنين أن إخلاء مدينة درنا خيار وارد بفعل تفاقم المخاطر الصحية بهدف تجنب ما سماها كارثة وبائية. وذكر رئيس جمعية الهلال الأحمر عبد السلام الحاج أن اللجوء إلى تفعيل الخيار مرهون بتطور الوضع الصحي داخل المنطقة، واصفا المخاطر الصحية في المدينة بالحقيقية بالنظر إلى انتشار الجثث وتلوث مياه الشرب بالمنطقة. حذر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من استغلال كارثة الفيضانات لتكريس تقسيم البلاد. رئيس المجلس محمد تكالى خلال كلمة ألقاها الأحد في جلسة طارئة لأعضاء الهيئة في طرابلس خصصت لبحث تداعيات الكارثة، دعا المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد إلى مراجعة مواقفهم بهدف توحيد مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا، في مقدمتها الاعتراف بأن الصراعات والاقتتال يقفان وراء ما وقع من أخطاء وخسائر وأزمات وفق تقديره. والتصرف اتخاذ حقا جرفت مياه السيول أعزاؤنا وخلفت كمدا يعلم الله مداه، ولكنها هيأت لأن نجرف إلى غير رجعة كل الحواجز التي يراهن المتاجرون بقضايانا على صمودها وبقائها، ولن نترك بعد اليوم مكانا لمن يعملون على تقسيم الوطن وزرع العداوة والفتن بين بنيه. وبذلك أدعو المسؤولين إلى إدارة شؤون الدولة المسؤولين على إدارة شؤون الدولة إلى مراجعة مواقفهم في توحيد مؤسسات الدولة والبحث في سبل تعبئة الموارد والقوة وحشد الطاقات وتحمل مسؤولياتهم تجاه كل ما يحدث بليبيا، وفي مقدمة ذلك الاعتراف بأن الصراعات والاحتراب والتدابر جميعها وراء ما وقع من أخطاء وخسائر وكل ما يعانيه البلد من أزمات. المجلس الأعلى للدولة الليبية أشاد بالدعم الذي قدمته الجزائر إلى ليبيا، خاصة أنها كانت في مقدمة الدول التي بادرت إلى تقديم الدعم والإغاثة. لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الحكومة والأجهزة التابعة لها من وزارات ومصالح وهيئات وشركات، ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت إلى تقديم كل متطلبات الدعم والإغاثة والتقنيات الحديثة للبحث عن الضحايا والمفقودين، كتركيا والجزائر وقطر ودولة الإمارات والكويت وإسبانيا وإيطاليا وروسيا ومصر. هذا وتواصل فرق الإنقاذ الجزائرية عملياتها ضمن مساعي إخراج أحياء من تحت الركام إلى جانب العثور على المفقودين وانتشال الجثث. هذا وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية الأحد عن تمكن عناصر فرق الإنقاذ الجزائرية الموفدة إلى دولة ليبيا من انتشال 96 جثة من تحت الردوم بدرنا. ويشارك في عمليات البحث عن مفقودين في درنا الليبية فريق جزائري يضم 113 عنصرا من المختصين في الكوارث الكبرى أوفدته الجزائر إلى ليبيا عبر جسر جوي ضم أيضا مساعدات إنسانية للمتضررين من الفيضانات. أكدت الحكومة اليونانية الاثنين مصرع 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين بليبيا في حادث السير. وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس مارينكيس أن 3 من عمال الإغاثة ومترجمان لقوا حتفهم وأصيب 14 شخصا آخرون بجروح في الحادث الذي وقع الأحد، مضيفا أنه تم نقل الجثث بالإضافة إلى 13 مصابا إلى اليونان على متن طائرة عسكرية، في حين بقي شخص في مستشفى ليبي. تواصل فرق الإنقاذ في المغرب الاثنين عمليات البحث عن مفقودين تحت الإنقاذ لليوم 11 على التوالي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ولا تزال قرى متضررة معزولة بالكامل في حين تبيت مئات العائلات في العراء بالمدن الكبرى في غياب المساعدات الطارئة. يتوافدون تباعا لحضور إحدى الحصص الدراسية في هذه المدرسة الخيمة. هؤلاء التلاميذ هم عينة صغيرة من مئات آخرين أمثالهم دمرت مدارسهم إما كليا أو جزئيا. الخيمة هي السيدة والسائدة في مناطق الزلزال،
تنتظر هذه العائلات في طوابير للحصول على وجبات كانت تجمعها على مائدة واحدة تحت سقوف بيوت كانت قائمة قبل 10 أيام. هنا في ويرغان يتحدث السكان المحليون عن جهود مواطنين وجمعيات لتسيير قوافل مساعدات نحو المناطق الأكثر تضرر. بالمقابل يتذمرون من غياب شبه تام لمساعدات الجهات الرسمية. وغير الناس يعني شي حاجه اللي ديال الدوله ديال المسؤولين ديال المنطقه وديال شي حاجه كايناش غير موجود. كاينين الناس متطوعين منهم راسهم هما اللي كيديروا هادشي. يراقب هؤلاء الاطفال ساحه لعب تنصب من اجلهم في منطقه امزميز احدى اكثر المناطق تضررا. يهدف القائمون على هذه المبادرات للتخفيف من وطأة الاثر النفسي للزلزال على الاطفال. وفرحة بزاف بهاد الألعاب اللي داروا لينا، وفرحة بزاف باش نتلعبوا لقيتها ديالنا زوين داروا لينا الزليقات. المهم شحال من حاجة داروا علينا باش نفرحوا حنا. مزيان داروا بعدا كملي نجمعوا معنا تشوفهم يقداو تيلعبوا ماشي بحال جالسين. هادي بعدا كاين عندي البنت ديما مريضة الثانية ديما ما عجباش تبتلع عليها بغات المدرسة بغات سميتو دابا راه مزيان. أكثر ما يخشاه سكان الأقاليم المتضررة من زلزال 8 سبتمبر تأخر المساعدات التي وعد بها القصر الملكي لإعادة بناء المساكن المدمرة وترميم المتضررة منها، ولخوف السكان المحليين هذا ما يبرره، فالمنطقة معروفة بشتائها الطويل القاسي. في شأن آخر، طالبت منظمات وشخصيات سياسية وإعلامية فرنسية الأحد فرنسا بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية لتعزيز السلام والاستقرار وحقوق الإنسان بمنطقة شمال إفريقيا. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها صحيفة لومانيتي الفرنسية في باريس حول موضوع النزاع في الصحراء الغربية والدور الفرنسي تجاه القضية الصحراوية، وحضرها شخصيات وخبراء مهتمون بمناقشة النزاع الصحراوي المغربي. تسطع مجددا شمس عدالة القضية الصحراوية وتتكشف معها فظائع الاحتلال المغربي. خلال طاولة مستديرة نظمتها جريدة الإنسانية بفرنسا الأحد، حضرها ممثل جبهة البوليساريو بباريس محمد علي الزروالي إلى جانب نشطاء وشخصيات سياسية فرنسية، لا حديث إلا عن صمود وبسالة الشعب الصحراوي على نهج تقرير مصيره، وتنديد بممارسات المخزن ونهبه ثروات الصحراويين على مدى 50 عاما. إنها قضية حق وعدالة للشعب الصحراوي الذي لا يريد سوى العيش بسلام على أراضيها التي لم تكن أبداً تحت سيادة المغرب. أنا فخور جداً لمشاركتي بهذه الطاولة المستديرة التي تتحدث عن وضعية الشعب الصحراوي واحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب. ما تحدثت عنه في الندوة كان عن إعجابي بشجاعة وتصميم الشعب الصحراوي الذي يتعرض منذ 50 عاماً للاحتلال المغربي، وعن فضيحة ذلك الجدار، جدار العار الذي يفصل الصحراء الغربية إلى نصفين. من جانبه شدد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا محمد علي الزروالي على أن نزاع الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، داعيا باريس إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية إنصافا للحق وامتثالا لمبادئ القانون الدولي. إن نزاع الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار وحله يكمن في تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1514. اعتراف الحكومة الفرنسية بالجمهورية الصحراوية سيكون متسقاً مع مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ومن شأنه أن يعزز السلام والاستقرار في المنطقة استجابة لتطلعات الشعبين الصحراوي والمغربي. يرتفع نسق الوعي الإقليمي والدولي بشرعية القضية الصحراوية كلما تقادم الاحتلال المغربي صاماً أذانه عن حق في الحرية
ينادي أصحابه بأن قطافه آت يوما، قصر الزمن أم طال. في موضوع آخر، جدد حزب بوديموس الإسباني دعمه وتضامنه مع الشعب الصحراوي والجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب. جاء ذلك خلال ندوة نظمها الحزب بمعهد الفنون الجميلة في مدريد الأحد بمشاركة ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبدالله العرابي، وبحضور أكثر من 1000 شخص ما بين مناضلين ومتعاطفين مع القضية الصحراوية. وأشارت الأمينة العامة للحزب يوني بيلارب إلى تعاظم التعاطف والمساعدة داخل قواعد الحزب لفائدة الشعب الصحراوي وعلى المستوى السياسي العام وفي أوساط هيئات المجتمع المدني على العموم. اقتحم عشرة المستوطنين الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا الأقصى في مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية فيه قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة. وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط الأقصى وأعاقت وصول المصلين والمواطنين وطلبت المدارس إليه، وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد العبرية. أغلقت قوات الاحتلال الصهيونية الاثنين الحواجز العسكرية بمحيط مدينة نابلس وشددت إجراءاتها الأمنية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري الواصلة بين نابلس وجنين وطول كرم، واعترضت مركبات الفلسطينيين المارين وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز سرة من كلا الاتجاهين، كما أغلقت طريق المربعة وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام الحركة في الاتجاهين. أعلنت حركة فتح الأحد أن المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين أمهلوا الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة حتى نهاية الشهر لتسليم المتهمين بقتل أحد القادة الأمنيين لحركة فتح. وأعرب عضو اللجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس عن تفاؤله بالتوصل إلى حل، لكنه حذر من أن رفض تسليم المتهمين بحلول نهاية الشهر يعنيها أن كل الاحتمالات مفتوحة، مؤكدا أن فتح لا تعارض دخول الجيش اللبناني إلى المخيم لتنفيذ عملية ضد الجماعات المسلحة إذا لم تسلم المتهمين بقتل اللواء محمد أبو أشرف العرموشي. يعني اتفقنا من حيث المبدأ مع مسؤولي الحكومة والجيش والأمن يعني في موعد لا يتجاوز نهاية هذا الشهر لإغلاق هذا الملف حتى تعود الحياة الطبيعية إلى المخيم. أنا متفائل بالوصول إلى حل الذي لن يكتمل إلا بعد تسليم المتهمين القتلة أنفسهم أو عبر وسطاء للدولة اللبنانية. في شأن آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إنه تحدث إلى الأمريكيين الخمسة الذين كانت تحتجزهم إيران قبل أن يغادروها إلى الدوحة ضمن اتفاق لتبادل السجناء. وصرح بلينكن للصحفيين بأن المحادثة كانت مشحونة بالعواطف. لقد تحدثت إليهم بعد أن هبطوا في الدوحة. أستطيع أن أخبركم أنها كانت بالنسبة لي ولهم محادثة عاطفية. من السهل في العمل الذي نقوم به كل يوم وأحيانا أن نضيع في تجريدات السياسة الخارجية والعلاقات مع البلدان الأخرى ونسيان العنصر البشري الذي يقع في صميم كل ما نقوم به، لكن اليوم حريتهم، حرية هؤلاء الأمريكيين لفترة طويلة المسجونين والمحتجزين ظلما في إيران تعني بعض الأشياء الأساسية. هذا يعني أن الأزواج والزوجات والآباء والأطفال والأجداد يمكنهم معانقة بعضهم البعض مرة أخرى، ويمكنهم رؤية بعضهم بعضا مرة أخرى، ويمكنهم أن يكونوا مع بعضهم بعضا مرة أخرى. لذلك فهو يوم مشهود.
هذا وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين بعد عملية تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن بمواصلة فرض عقوبات على إيران بسبب ما سماها أعمالها الاستفزازية في المنطقة. ولفت بايدن إلى عودة 5 أمريكيين وصفهم بالأبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى البلاد، شاكرا في بيان حكومات قطر وعمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على مساعدتها في تأمين الإفراج عنهم، خصوصا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وسلطان عمان هيثم بن طارق نظير مساعدتهما في تسهيل إبرام هذا الاتفاق على مدى أشهر عديدة من الدبلوماسية الصعبة على حد تعبيره. قال رئيس البنك المركزي الإيراني محمد فرزين الاثنين إنه تم إيداع 5,573,000,000 يورو في حسابات إيرانية في بنكين بدولة قطر في إطار اتفاق تبادل السجناء بين أمريكا وإيران. ولفت فرزين خلال مؤتمر صحفي لأن شكوى إيران ضد كوريا الجنوبية بسبب تجميد أموالها قيد المتابعة وستستمر. تلقينا أمس رسالة رسمية من مسؤولين قطريين تفيد بتفعيل حسابات 6 بنوك إيرانية، وتم اليوم إيداع ما يعادل 5,573,492,492 يورو في حسابات البنوك الإيرانية الستة في مصرفي الأهل والدخان. شكوى إيران ضد كوريا الجنوبية بسبب تجميد أموالها قيد المتابعة وستستمر. قال رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين إن إطلاق طهران سرح 5 محتجزين أمريكيين كان عملا إنسانيا بحتا. ولفت رئيسي لمجموعة من الصحفيين عقب وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة الأممية المتحدة إلى مغادرة الأمريكيين 5 المفرج عنهم إيران بموجب اتفاق توسطت فيه قطر يشمل الإفراج عن أموال إيرانية قدرها 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى إمكانية أن تؤسس الخطوة إلى إجراءات إنسانية أخرى في المستقبل. في شأن آخر، أعلنت روسيا ليلة الأحد إلى الاثنين عن إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وفي أجواء منطقة موسكو. وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تليجرام أنه جرى اعتراض طائرات مسيرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية من شبه جزيرة القرم ومقاطعتين بمنطقة موسكو ومنطقتي بيلغورود وفورينيش في جنوب غرب البلاد دون تحديد عدد طائرات مدمرة أو الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار. من جهتها أعلنت أوكرانيا الاثنين أن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي على خط المواجهة بالشرق وتقدمت في الجنوب في إطار هجومها العسكري المضاد على القوات الروسية. وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار قبل إقالتها أن قوات كييف استعادت في الأسبوع الماضي أراضي تبلغ مساحتها 2 كيلومترين مربعين حول مدينة بخموت المدمرة الواقعة شرقي البلاد، حيث تمكنت قوات بلاد من تحرير أراضي تبلغ مساحتها 51 كيلومترا مربعا قرب بخموت منذ بدء الهجوم المضاد. هذا وأكدت أوكرانيا الاثنين إسقاطها 18 طائرة مسيرة و17 صاروخ كروز في هجوم شنته روسيا على أراضيها خلال الليل. وذكرت القوات الجوية في منشور عبر تطبيق تليجرام أن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيرة على منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوب أوكرانيا خلال الليل، وأن أنظمتها الجوية دمرت جميع الصواريخ 17. هذا وأعلنت الحكومة الأوكرانية الاثنين إقالة 6 نواب لوزير الدفاع بعد تعيين وزير جديد الشهر الجاري. وذكرت الحكومة في كييف أنها قررت إقالة 6 نواب لوزير الدفاع ضمنهم هانا ماليار التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن الحرب في أوكرانيا دون ذكر سبب الإقالة. وتعرضت ماليار لانتقادات الأسبوع الماضي بعد أن قالت إن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية من القوات الروسية شرقي البلاد قبل أن تتراجع عن تصريحاتها في وقت لاحق. وكانت أوكرانيا قد عينت روستوم عمروف وزيرا جديدا للدفاع قبل أقل من أسبوعين ليحل محل أوليكسي
رازنيكوف فيما تلاحق الوزارة اتهامات بالفساد. رفضت جل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرار المجر وبولندا وسلوفاكيا الإبقاء على حظر استيراد الحبوب الأوكرانية، واعتبرته إجراء غير قانوني ومهددا للسوق الأوروبية الموحدة، في حين أعلنت كييف عزمها على مقاضاة الدول الثلاث وإيداع شكوى ضدها لدى المنظمة العالمية للتجارة. يطول أمد الحرب في أوكرانيا كاشفاً عن حدود الدعم الغربي الموعود لكييف في مواجهتها ضد روسيا. فبعد ولادة عسيرة لقرارات تسليح كييف، يطفو على السطح الانقسام الأوروبي الحاد بشأن توفير ممرات لتصدير الحبوب الأوكرانية، مع تمسك ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بقرار حظر استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية. انقسام بدا جليا في اجتماع وزراء الزراعة في بروكسل. حقيقة أن أي دولة عضو تتخذ إجراء أحاديا لتقييد الوصول إلى السوق الموحدة يبدو لي شيئا خارجا عن القانون. سنستمع من المفوضية إلى شرح لما تم تحقيقه الجمعة الماضي، وما الحل بشأن إعلان ثلاث دول أعضاء قيودا أحادية لحظر استيراد الحبوب الأوكرانية. That have announced unilateral restrictions on that. Also, ich kenne kein EU-Recht, das das nicht weiß. لا أعرف أي قانون للاتحاد الأوروبي يتوافق مع قرار الحظر أحادي الجانب، لكن المفوضية هي الوصي على المعاهدات، وأفترض أنها ستقوم بعملها. رفض كبرى الدول المؤثرة داخل الاتحاد للإجراءات الأحادية لكل من المجر وبولندا وسلوفاكيا حاولت المفوضية الأوروبية تجاوزه عبر اقتراح خطة وسط تتيح ممرات بديلة لإمدادات الغذاء الأوكرانية، مع صيانة مصالح المزارعين لبعض الدول شرق ووسط القارة العجوز. تقع على عاتق كل دولة عضو مسؤولية الالتزام بالمعاهدات، لذلك لن تكون هناك تدابير أحادية، وإلا فلن تكون هناك سوق واحدة بعد الآن. نؤكد على ضرورة استجابة المفوضية بسرعة ومسؤولية لهذه المعاهدات. اقترحنا توسيع طرق النقل وتوسيع قدرات موانئ الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن للحبوب الأوكرانية أن تنقل بأسرع ما يمكن إلى الأماكن التي تكون فيها حاجة إليها، أي في الشرق الأوسط وإفريقيا. كييف ومن دون انتظار القرار الأوروبي سارعت للكشف عن نواياها في إقرار تدابير انتقامية ضد الدول الثلاث على شاكلة فرض حظر على استيراد الفواكه والخضر من بولندا، بالتزامن مع رفع شكوى لدى المنظمة العالمية للتجارة مرفوقة بتهديد صريح للجوء إلى التحكيم الدولي. يبدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين زيارة إلى روسيا تستغرق 4 أيام استعدادا لقمة محتملة بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني في بكين أكتوبر المقبل. وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وانغ سيجتمع مع أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف لإجراء محادثة أمنية سنوية، ومن المتوقع أن يمهد وانغ لزيارة بوتين إلى العاصمة الصينية لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث بعد دعوة من الرئيس شي جين بينغ خلال زيارة رافعة المستوى قادته إلى موسكو مارس الماضي. زيارة المدير وانغ يي إلى روسيا ترتيب روتيني في إطار آلية التشاور الأمني الاستراتيجي التي تهدف إلى تحقيق الإجماع المهم الذي تم التوصل إليه بين الزعيمين، وتعزيز نمو العلاقات الثنائية وإقامة اتصالات معمقة حول القضايا الرئيسة المتعلقة بالأمن الاستراتيجي والمصالح للبلدين.
أشارت الرئاسة الروسية إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات ليشمل دولا اكتسبت نفوذا في الآونة الأخيرة. ولفت المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف في إفادة صحفية دورية الاثنين إلى أن حاجة مجلس الأمن الدولي إلى التغيير يمكن أن تزيد من فعالية هذه الهيئة الدولية بالغة الأهمية إلى حد أقصى، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب توافقا في الآراء بين جميع المشاركين ومفاوضات معقدة للغاية قد تكون مطولة لكنها يجب أن تبدأ على حد قوله. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.